مساء الخير. عارفه ان انا اتاخرت على حبايبي، الناس اللي كانت طالبه مني ان انا اعمل مجموعه فيديوهات تشرح شهاده السي اف اي شارتر فاينانشال اناليست، شهاده المحلل المالي الدولي. الفيديو الاولاني عملناه يمكن من اسبوعين، انا اسفه، او 3 اسابيع كمان. كنا عرفنا فيه يعني ايه سي اف اي، وقلنا ان هي محلل مالي دولي وانها شهاده امريكيه. طيب النهارده بقى هنتكلم عن مكونات السي اف اي. السي اف اي شهاده عباره عن 3 ليفلز، و 3 ليفلز يعني مستويات، لازم نخلص ليفل 1 وبعدين ناخد ليفل 2 وبعدين ناخد ليفل 3. عشان نحصل على الديزاينيشن بتاع سي اف اي ونحط الثلاث حروف دول جنب اسمنا، لازم نخلص ال 3 ليفلز. ينفع ناخد ليفل ونشتغل بيه؟ ينفع ناخد 2 ليفل ونشتغل بيه؟ تمام. انا شخصيا واخده ليفل 1 في 2006 وليفل 2 في 2012، ما خدتش ليفل 3 وللاسف مع الظروف والماديات اللي بتحصل دلوقتي يمكن ما اعرفش اخده. لكن عشان تبقى سي اف اي هولدر لازم الثري ليفلز، ولازم بالترتيب ان اوردر، مش زي مثلا شهاده زي السي ام اي اللي هي سيرتيفايد مانجمنت اكاونتنت، المحاسب الاداري الامريكيه اللي اتكلمنا عليها في فيديوهات قبل كده. دي بناخد عباره عن تو بارتس، وبناخد البارتين ان اني اوردر، يعني اخد بارت 2 الاول اوكي، اخد بارت 1 الاول اوكي، ما تفرقش. ومش هاخد الشهاده غير لما باصي تو بارتس. لكن السي اف اي مش كده، السي اف اي لازم ليفل 1 بعدين 2 بعدين 3، لانه حضرتك بتاخد انترودكشن في مجموعه من الكريكلنز في ليفل 1، بعدين ترجع تاخدها بالتفصيل شويه في ليفل 2، بعدين تاخدها بتفصيل اكتر في ليفل 3 مبني على اللي انت درسته في 1 و2. يعني هي شهاده متصله مش منقطعه، فما حدش يتخيل انها زي مذاكره الكليه هاخد ليفل 1 وارميه وبعد كده اخد ليفل 2 وارميه. لا، حضرتك وانت في ليفل 2 بتتسال على حجم المعلومات اللي خدتها من ليفل 1 لليفل 2، ولما تطلع ليفل 3 هتتسأل على حجم المعلومات اللي خدتها في 1 و2 بلس الاضافه اللي خدتها في 3. طيب ينفع الطلبه ياخدوا سي اف اي؟ ينفع الطلبه زي السي ام اي بالظبط، شهاده المحاسب الاداري الامريكيه كان ينفع تتاخد وهي وانت طالب. السي اف اي كمان دلوقتي، زمان ما كانش ينفع، لكن دلوقتي ينفع حضرتك تاخدها وانت طالب، بمعنى انه يشترط ان انت عشان تقدم على امتحان السي اف اي تبقى وزنت 23 months of graduation، يعني في اخر 23 شهر من تخرجك. بمعنى لو انت في بيزنس او كليه تجاره ممكن تبتدي من بعد سنه ثانيه، يبقى فاضل لك سنتين، ما هو 23 شهر يعني تقريبا 24 شهر يعني سنتين. فلو انت من اول سنه ثالثه تقدر تقدم على امتحان سي اف اي، فممكن تاخد ليفل 1 وانت في سنه ثالثه وليفل 2 وانت في سنه رابعه، وبعد ان شاء الله لما تتخرج تاخد ليفل 3. هو ده طبعا حلم من الاحلام، بس يعني قابل للتحقيق. طيب بكام بقى شهادة السي اف ايه؟ الفيديو الجاي. باي باي.